فتاة واحتشمت بالإسلام، اللبس الشرعي، اللبس الإسلامي كما قالوا سابقا، هذا اللبس الشرعي بالنقاب والعباء، لم تكتشف لا وجهها. الله يستر. ولكن تقومين بسرقة الناس وسرقة خواتم الإسلام وسرقة البنات في الأسواق والمجمعات التجارية أو الجمعيات، أي إسلام تدعين يا أختاه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هؤلاء النسوة الذي يتسترون من تحت العباء الإسلامية واللبس الإسلامي بسرقة الناس، ما هم إلا لصوص. حتى الواحد من يشوفها يخجل على نفسه أن يشاهد محتشم وستر على نفسه وهي تقوم بالسرقة. لا حول ولا